بكم مشاهدينا في بانوراما هذه الليلة، وهذه عناوينها. الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر 8 طائرات مسيرة مفخخة و4 صواريخ باليستية، إحداها كان باتجاه الرياض. والتحالف أيضا يصف الاعتداء بأنه امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة لميليشيات الحوثي وإدانات دولية وعربية للهجوم. فيما يعد استمرارا للتوجه العدائي تجاه السعودية، واصلت ميليشيات الحوثي إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه المملكة في توقيت تتزايد الضغوط على تلك الميليشيات وداعمها إيران. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت عن 4 صواريخ باليستية إضافة إلى 8 مسيرات تم إطلاقها باتجاه الرياض وجازان ونجران، إلا أن الدفاع السعودية تمكنت من اعتراضها وتدميرها. التحالف اعتبر أن هذا الاعتداء هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة من جانب تلك الميليشيات. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين، معنا الآن من القاهرة علي السراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، ومعنا من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. أهلا بكما معنا في بانوراما. سأبدأ معك دكتور عبد العزيز، لماذا هذا التوقيت بالذات لهذه الهجمات؟ أولا مساء الخير لك يا ست راوي وضيفك ومشاهدين العربية في كل مكان. في الحقيقة هذا التوقيت يأتي لأن الحوثي شعر بأن هنالك مفاوضات سياسية سوف تعود إلى مسارها، وهي إعادة الأطراف لاتفاق الرياض ومفاوضة، فهو يريد أن يكون جزء من هذه المفاوضات السياسية، ويرى أنه هو الوحيد الذي يجب أن يتم التفاوض معه، لأنه هو ليس لديه اعتراف بالشرعية، ويرى أن أي خلاف يأتي بين الشرعية والمجلس الانتقالي هو يخدم في مصلحته، فهو أراد أن يصعد من العمليات العسكرية تجاه المملكة العربية السعودية التي هي طرف الأساسي فيما يتعلق بقوات التحالف، والتي طلبت من الأطراف أن تعيد اجتماعها وحوارها لاتفاق الرياض الذي سبق أن توقيعه، وعودة المفاوضات، لأن الحل الوحيد لإعادة الاستقرار والأمن في جنوب على الأقل في المناطق المحررة هو العودة إلى اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده واتفاقياته. فهو أراد بهذه الرسالة أن يؤكد على دوره ووجوده، وأنه يرغب أن لا يكون يعني خارج هذه المنظومة. أنا أحب يعني أدي مثل مهم جدا للأسف الشديد، هو خلق سابقة في التفاوض السياسي والدبلوماسي في العلاقات الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية تفاوضت مع جماعة طالبان، وهذا التفاوض الذي جعل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع جماعة مثل جماعة طالبان أوجد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، حينما تتفاوض دولة بحجم الولايات المتحدة مع مجموعة مقاتلة مثل مجموعة طالبان، وطالبان رفض أن تكون الحكومة الأفغانية جزء من هذا التفاوض. نحن أمام حالة مشابهة، الحوثي يريد أن يتفاوض مع قوات التحالف والسعودية، ولا يريد أن يكون طرف مع التفاوض مع الشرعية أو مع أي طرف مهم في هذا الجانب. فهنا يعني المقارنة حتى بس يكون في تقارب، إنه هذا مثال سبق أن تم التوقيع على اتفاق، وكان الطالبان يرون أن الحكومة كابول ليست شرعية وليس لهم اعتراف بها وكذا، فهذا يعني أوجد سابقة خطيرة مع الأسف.
طيب أستاذ علي، هل يمكن اعتبار هذه الهجمات هي مؤشر على فشل ورقة جريفيتس التي يجري الحديث عنها منذ أشهر؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الواقع أن الحوثيين من يعتقد أنهم يعني يتخذوا توقيتات معينة لتوجيه مثل هذه الأعمال لا يعتقد بأنه يحالفه الصواب. هذه الجماعات تطلق الصواريخ حيثما أتيحت لها فرصة إطلاقها، سواء كان هناك مناسبة أو بدون مناسبة. هذه الجماعة هي ما دام قادرة أن تحصل على الصواريخ والطائرات المسيرة، وما دامت قادرة أن تحصل على التمويل الداخلي، وطبعا هي تحصل على السلاح من إيران وتحصل على بعض التمويل من خلال الشحنات النفطية التي ترسلها إيران، ويجري منحها غطاء قانوني في للأسف الشديد في سلطنة عمان حتى تصل إلى الموانئ اليمنية، ويجري أيضا غسل أموال هذه الجماعة سواء في عمان أو في جيبوتي، وهذا ما أكده تقرير الفريق الخبراء المعني المكلف من مجلس الأمن الذي رفعه عن إلى مجلس الأمن عن أحداث 2019. ولهذا أقول بأنه طالما أن هذه الجماعة قادرة تضمن امتلاك السلاح وقادرة تضمن التمويل سواء من مصادر داخلية، وهي صادرت كافة الموارد المحلية، صارت الآن بيد هذه الميليشيات، وصارت هي غير معنية وغير مسؤولة لا عن دفع المرتبات ولا عن توفير الخدمات، وكل وكونت اقتصاد حرب بشكل عام. هذا الاقتصاد هو يصب في خدمة هذه الميليشيات، وبالذات من خلال السوق السوداء للمشتقات النفطية. فلهذا هذه الجماعة حتى وإن ضربت، حتى وإن انكمشت وتراجعت قوتها، ستظل في أي لحظة تستطيع أن توجه ضربات صاروخية، لن تتوانى عن توجيهها. ولهذا الحل هو فعلا في أن يجري تحرير المناطق اليمنية المختلفة الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة، واستعادة الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها. هذا يتطلب فعلا أن يكون لدى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استراتيجية جديدة تستفيد من تجربة الخمس سنوات الماضية. خلال الخمس سنوات الماضية تكونت ثلاثة جيوش في مجابهة الحوثيين. للأسف هذه الجيوش الثلاثة لا تعمل وفقا لاستراتيجية موحدة، ولا تعمل وفقا لمسرح عمليات واحد، وللأسف الشديد أنها في الآونة الأخيرة بدأت تشتبك في مجابهات بينية. هذا الوضع يخدم الحوثيين ولن يؤدي إلى تقليص وجودهم وتقليص خطرهم. لابد من وضع استراتيجية جديدة تؤدي إلى توحيد مسرح العمليات وتوحيد القوات المسلحة وإخضاعها لغرفة عمليات واحدة ولقرار قيادي واحد، وبالتالي يكون هناك توجه نحو استعادة السيطرة على الأرض. ستظل القوات الجوية للتحالف أيضا تلعب دورها، ولكنها لا تستطيع أن تحسم المعركة بدون أن يكون هناك قوات برية تزحف على الأرض وتستولي عليها وتقضي على التواجد الحوثي. أنا أعتقد أنه فعلا بعد هذه التجربة كنا نعتقد بأن الحوثيين يقوموا بأعمال يائسة عندما يطلقوا الصواريخ، ونحن نعرف أنها غير مؤثرة، لكن في الواقع هذا إطلاق هذه الصواريخ لا يعبر عن يأس، ولكن يعبر فعلا عن خطر دائم ستظل تشكله ما لم يتم معالجة هذا الوضع بشكل حاسم وجذري. طيب ابقوا معي ضيوفي الكرام، دعونا نستطلع مشاهدينا أيضا ردود فعل على هذا الهجوم.
ردود فعل عربية دانت الهجمات الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية. مجلس التعاون الخليجي دان التصعيد ووصفه بالخطير، وقال إن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية. أكد أيضا أن تلك الأعمال لا تستهدف زعزعة أمن السعودية فحسب، وإنما أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام. كما دعا أيضا مجلس التعاون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة. أعود الآن لضيوفي الكرام. دكتور عبد العزيز، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل التحالف بعد مثل هذا الهجوم؟ هل سنشهد تصعيد في العمليات ضد مراكز الحوثيين ومخازنهم؟ أنت تعلمي أنه الرد العسكري والتعامل مع الموضوع بالناحية العسكرية لم يتغير. المملكة ما زالت تستهدف منصات إطلاق الصواريخ، مواقع الصواريخ، القدرات، مستودعات الأسلحة، كل ما له علاقة بقدرات العسكرية وإضعاف وتهميش القدرات العسكرية الحوثية. وهي أيضا لها مسار دبلوماسي بتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته من خلال مجلس الأمن ومن خلال المطالبات الدولية والنداءات الدولية. ونحن نشهد وسوف نشهد يعني استجابة دولية ترفض الاعتداء على المدنيين وعلى المدن باستخدام سواء المسيرات أو الصواريخ البالستية. هنالك جانب قانوني أيضا، المملكة سوف تتقدم مثل ما سبق وأن تقدمت بمطالب قانونية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، فهي سوف تكون على الثلاث مسارات: المسار العسكري وعملية الرد على أي قدرات عسكرية حوثية موجودة بقيت تهدد الأمن بالنسبة للمملكة ودول المنطقة، والمسار الدبلوماسي والقانوني أيضا. طيب، يعني هو من اللافت بأنه دائما يعني الحوثيون يقومون باستهداف مناطق مدنية ومدنيين سواء كان في السعودية أو في اليمن، لماذا هذا الإصرار؟ ما الذي يحصده هؤلاء من أو الحوثيون من استهداف المدنيين؟ أنت تعلمي أنه لا يمكن يكون استهداف مثل العمليات اللي تمت ليلة البارحة على المملكة بهذا الحجم دون موافقة وتأييد ودعم لوجستي إيراني من ناحية التقنية ومن ناحية العملية. هي أيضا حرب بالوكالة. الحوثي الإيرانيين يجدوا أن مصلحتهم في هذه العمليات تخدم الطرفين، تخدم المصلحة الحوثية في الوصول إلى محاولة للتفاوض المباشر مع قوات التحالف السعودية، وأيضا تخدم المصالح الإيرانية، لأن إيران ترى أن السعودية ودولة الإمارات بالذات هي داعمة لموقف معين الآن مطالب. يمكن بس أبغى أذكر أنه في قرار مجلس أمن في أكتوبر مفروض أنه يجدد أو يعاد طرحه من جديد مرة أخرى، يمنع تصدير السلاح إلى إيران. والولايات المتحدة قدمت مسودة نحو هذا القرار، والسعودية والإمارات هي مؤيدة لهذا القرار بمنع تصدير السلاح إلى إيران، ولا يحدد بمدة معينة ويبقى مفتوحا إلى صدور قرار آخر. فطبعا بالنسبة لإيران هي تدعم أي حراك ممكن يكون حوثي يوجه عمليات عسكرية وضربات عسكرية على الحلفاء وقوات التحالف والسعودية بالذات في هذا الجانب. فهي تريد إما ضغط على السعودية حتى تقبل السعودية أن تتفاوض سياسيا معها، أو أيضا خدمة لمصالح إيران وأهداف إيران التي ترى أن السعودية تقف مع المجتمع الدولي ضد التمدد والتوسع الإيراني واستخدام الميليشيات والعنف كوسيلة لبسط نفوذ في المنطقة. طيب، يعني هل يمكن أن تشكل مثل هذه الهجمات أي ضغط على السعودية؟ دكتور، بس السعودية لن تشكل عليها ضغط لأنها تعاملت معها منذ سنوات وهي تعلم. نعم، تفضل.
لا، هي لا تمثل ضغط على السعودية، لأن في نهاية المطاف السعودية استطاعت أن تتصدى لها وبقوة، واستطاعت أن توجه الرد اللازم على هذه الصواريخ وعلى هذه المسيرات، ويعني أنظمة الدفاع الجوي السعودية قادرة أن ترد على هذه الأشياء. ولكن هو ما زال يحاول ويطرق الأبواب ويحاول في كل مرة حتى يصل، لأنه هو يعلم أن موقف المملكة أساسي، وهو أنه لا يمكن هنالك حل الأزمة اليمنية إلا من خلال المفاوضات الدبلوماسية والسياسية، والحل هو حل سياسي ولن يكون حل عسكري كما يعني يعتقد البعض. فلذلك هو يراهن على هذا الجانب، والسعودية فتحت الأبواب، أوقفت إطلاق يعني العمليات العسكرية لفترة معينة هي من جانبها دون أن يلتزم الجانب الحوثي. كان هنالك خروق واختراقات كبيرة قام بها الجانب الحوثي حتى خلال فترة والالتزام التحالف بوقف إطلاق النار. فهنا يعني يأتي الموقف، المملكة ما زالت تعول على الشرعية وعلى المجلس الانتقالي في المفاهمة فيما بينهم، تخفيف الصراع الداخلي فيما بينهم، والوصول إلى حل وتوافق حتى يكون هذا التكتل هو في مواجهة الحوثي وتمدده. لأن الحوثي مثل ما ذكرت لي هو سعيد بأن يرى خلاف بين الأطراف اليمنية وأي خلاف في المناطق الجنوبية اليمنية بين الشرعية والانتقالي أو بعض القوات الأخرى، ويخدم مصلحته بشكل كبير. نعم، سأعود لهذه النقطة تحديدا، هذا يعني المصالحة اليمنية التي سعت لها السعودية بعد قليل. فقط نعود لردود الأفعال العربية خصوصا ونتابع الحديث. ردود الأفعال طبعا على هذا الهجوم أو محاولات الميليشيات الانقلابية الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية، أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية، وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين. البيان أيضا أكد أن أمن الإمارات والمملكة لا يتجزأان، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا بالفعل لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. بدورها أيضا أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها الشديد لقيام ميليشيات الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين في السعودية. أيضا البيان أكد على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا، ووقوفها طبعا مع الحكومة السعودية والشعب السعودي في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها. أيضا أكدت على دعم مصر المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم. سأعود مرة أخرى للحديث، سأبدأ معك أستاذ علي، بما أنه فتحنا موضوع المصالحة اليمنية اليمنية، هل يعني يمكن أن تكون هذه الهجمات هي محاولة للتشويش على هذه المصالحة؟ كما سبق أن قلت، الحوثيون طالما لديهم القدرة في أي لحظة أن يوجهوا مثل هذه الصواريخ والمسيرات سيفعل ذلك. ولكن الآن فعلا هذا حدث في ظل أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي توصل إلى تفاهم بشأن إيقاف الاشتباكات العسكرية في أبين، واتفق أيضا على السير باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض. حقيقة أن الانقسام الداخلي في إطار صفوف الشرعية في إطار القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وكما سبق أن ذكرت هناك الآن لدينا 3 جيوش، كل جيش منفصل عن الآخر ولا يتحرك بالتنسيق معه، وللأسف أنه بدأت هذه الجيوش الثلاثة تدخل في مواجهات بينية فيما بينها. هذا خدم الحوثيين بصورة كبيرة. الحوثيون وجدوا بأن هذا الانقسام مكنهم أولا من استعادة الأنفاس. الآن عندما يقوموا بتوجيه صواريخ وتوجيه مسيرات، صحيح أنها لا تؤثر، لا يعني لا تترتب عليها نتائج يعني مؤثرة على المملكة العربية السعودية، لكنها بالنسبة للحوثيين هي مهمة من الناحية الدعائية ومن الناحية المعنوية. كل ما استطاعوا أن يطلقوا صاروخ معنى هذا أنه تنشأ لديهم قدرة على تضليل عشرات الشباب واستقطابهم إلى صفوف الميليشيات وزجهم
في حروبها. ولهذا يعني موارد هذه الجماعة سواء الموارد المالية أو الموارد البشرية والعسكرية متجددة وقادرة أن تستمر، والوضع المحيط بها يساعدها إلى حد كبير في ظل هذه الانقسامات الحاصلة في صفوف القوى المناهضة لانقلابها. ولهذا علينا فعلا أن نعيد ترتيب الوضع بصورة عامة. أولا السير في تنفيذ اتجاه يعني في تنفيذ اتفاق الرياض، وهذا أمر في غاية الأهمية. ينبغي أيضا توحيد كافة القوات العسكرية، وهذا أمر ممكن، وإخضاعها لمركز قيادي واحد وتوحيد مسرح العمليات، وهذا هو الذي سيؤدي في النهاية إلى أنه يكون الأداء العسكري منسجم وقادر فعلا أن يتناغم مع الضربات الجوية للتحالف ضد الحوثيين، وهذا سيؤدي فعلا إلى إنهاء مصادر الخطر الذي يتهدد المملكة العربية السعودية ويتهدد المناطق اليمنية، وبالتالي هذا هو الذي سيجبر الحركة الحوثية على القبول بالتفاوض والقبول بالحل. طب إلى أي مدى هذه المصالحة من المتوقع أن يعني أن تأتي بهذه النتيجة، توحيد الصفوف وتجيشها باتجاه واحد؟ يعني نأمل فعلا أن تكون الأطراف الآن اللي الموقعة على اتفاق الرياض قد اقتنعت وبصورة جدية أن لا حل أمامها إلا أن تسير نحو تنفيذ اتفاق الرياض، وأن أي مراهنات أخرى هي مراهنات خاسرة، وأن هذه المراهنات لن تؤدي إلا إلى خدمة الحوثيين، وأي استمرار للانقسامات والخلافات والصراع البيني سيؤدي إلى ضياع اليمن بجنوبه وشماله، وإذا ما حدث هذا لا سمح الله سيكون التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية قد خسر هذه المعركة، وخسر عسكريا وخسر أيضا من الناحية يعني السياسية والعسكرية، وبالتالي هذا سيلحق ضرر كبير بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية كقائدة لهذا التحالف. الأمر يتطلب فعلا السير وبصورة جدية نحو تنفيذ اتفاق الرياض ونحو توحيد القوى العسكرية واستعادة مؤسسة الدولة اليمنية، من أجل فعلا أن يكون هناك أداء يمني موحد في مجابهة الحوثيين، وأن يتضافر هذا الأداء مع أيضا القوى الجوية للتحالف العربي التي ستكون مؤثرة إلى جانب الزحف البري للقوات المسلحة اليمنية. طب قبل أن نكمل حديثنا دعونا فقط ضيوفي الكرام ومشاهدينا نستعرض ردود الفعل الدولية دوليا وأيضا ضمن التنديد بالاعتداءات والهجمات الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية. دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات المسيرة على السعودية. قال راب في بيان إن الاعتداءات الأخيرة والهجمات داخل اليمن تثير المزيد من الشكوك بشأن رغبة الحوثيين في إقرار السلام. شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين في ظل انتشار كورونا. سأعود مرة أخرى إلى ضيوفي وأعود إلى الدكتور عبد العزيز. بداية دكتور، نحن فتحنا قبل قليل يعني موضوع إيران والضغوط على الأقل التي تواجهها إيران فيما يتعلق بسعر العملة، العملة الذي وصل إلى أدنى مستوياته تاريخيا، الوضع الاقتصادي، العقوبات الأمريكية. إلى أي مدى يعني هذا الضغط ينعكس في مثل هذه الهجمات وعلى ما يجري في اليمن؟ إيران هي تحت ضغوط شديدة في عدة مناطق وليس في منطقة واحدة. على سبيل المثال في لبنان هناك ضغوط على حلفائهم حزب الله قوية من المجتمع الدولي. في سوريا
قانون قيصر الذي الآن بدأ يشكل ضغوط، وذكر دولتين بالاسم، ذكر إيران وذكر روسيا في هذا. هنالك ضغط في العراق، رئيس الوزراء العراقي الجديد يحاول أن يحجم الدور الإيراني في العراق، وإيران كانت ترى أن العراق ساحة مهمة بالنسبة لها لبسط نفوذ واستمرار في بسط النفوذ مقابل النفوذ الأمريكي الموجود والتواجد العسكري الأمريكي الموجود هنالك. فإيران هي تحت ضغوط سياسية عسكرية أمنية اقتصادية، يعني الضغط الاقتصادي اللي تفضلت فيه ضغط كبير جدا، ولذلك هي تلجأ إلى أذرعها في كل مكان لتستخدم هذه الأذرع كوسيلة وطريقة لبسط الضغط على الأطراف التي تريدها. ما يريد الإيرانيين هو أن يكون هنالك مفاوضة سعودية حوثية بمباركة إيرانية، سواء بالمشاركة أو بالدعم غير المباشر للحوثي، حتى تصل هي للنتيجة التي تريدها، الأمر اللي هو مرفوض بالنسبة للمملكة. ولذلك لما ذكر في مقدمة الحديث المثال السيء اللي كان التحالف طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو يريد أن يطبق هذا النموذج، هو يريد أن يطبق نموذج قوات قتالية على الأرض وهي طالبان في التفاوض مع دولة ذات سيادة كبرى، فهو وهذا يعني يؤكد على الاعتراف بالحوثي، وهذا أمر مرفوض لأن السعودية ترفض يعني هذا الأمر بشكل كبير وغير مقبول بالنسبة لها. هي ترى أن الأطراف اليمنية، ولذلك هنالك ثلاثة أنواع من الصراع: صراع الشرعية وداخل الشرعية وضمن الشرعية، وصراع الحوثي مع وصراع الشرعية مع الحوثي، والصراع الذي تعاني منه قوات التحالف مع الأطراف اليمنية المختلفة. فهنالك صراعات مختلفة بما فيها الحوثي المدعوم من قبل إيران، وبما فيها الصراع الذي ينشأ بين الانتقالي والشرعية. الشرعية لديها قوة عسكرية كبيرة فوق 220,000 جندي متمكنة هي منها، ولكن يعني إلى الآن ما زال هنالك إشكاليات. ولكن عودة لموضوع إيران، فإيران تريد أن تبقى تستخدم هذه الأذرع والوسائل التي هي تدعمها كوسيلة حتى تصل هي نفسها إما لتخفيف الضغوط التي يعني ممارسة عليها دوليا. وأنا قلت أنه اليوم بدأ هنالك مسودة قرار أمريكي، وهذا مسودة القرار في أظن في بنده الرابع يذكر بعدم البيع السلاح لإيران البتة إلى أن يصدر قرار آخر، لأنه القرار الحالي ينتهي في شهر أكتوبر، ودول مثل المملكة والإمارات وبعض الدول الخليجية تشعر بخطورة استمرار إيران في استيرادها للسلاح، لأن هي تصنع السلاح الآن ولكن أيضا تستورد أسلحة خطيرة ومهمة ولها تأثير على الأمن الإقليمي بشكل كبير. طيب نفس السؤال يعني لك أستاذ علي على موضوع الضغط الذي ترزح تحته إيران في هذه الفترة، كيف يؤثر على الوضع داخليا في اليمن وعلى الحوثيين؟ فعلا إيران تخضع لضغط كبير، وربما هذه الضغوط تؤتي ثمارها سواء في لبنان أو في سوريا أو في إيران نفسها، ونحن نشهد فعلا انهيار اقتصادي إلى حد كبير يجتاح هذه البلدان الثلاث. وحقيقة الخسارة في النهاية هي خسارة حقيقية لإيران التي اعتمدت في الأساس أن يكون لها نفوذ في هذه المناطق. أما بالنسبة لليمن فالواقع أن اليمن هو لا تخسر إيران، لا تنفق كثيرا على اليمن، هي لا تنفق كثيرا على الحوثيين، هي فقط ترسل لهم السلاح وعدد من الخبراء الذي يساعدهم على استخدام هذا السلاح، ثم ترسل لهم بشحنات نفطية تدر عليهم دخل معين، خاصة أنهم يديروا شبكة سوق سوداء للمشتقات النفطية. إيران لا تخسر كثيرا على اليمن، ولكن المهمة الآن ومهمة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هي إخراج اليمن من أن تكون ورقة بيد إيران. هل هذا ممكن؟ أنا أعتقد أن هذا ممكن، لأن إيران لا تستطيع، يعني هي كما قلت لا تنفق كثيرا على اليمن، وهي لديها ورقة شبه مجانية تستخدمها وتستفيد منها كثيرا، وهناك إمكانية فعلا لإسقاط هذه الورقة من يدها عبر فعلا إصلاح وتسوية الوضع الداخلي
الخاص بالشرعية وبالقوى العسكرية المناوئة للانقلاب الحوثي وبتوحيد مسرح العمليات. وأنا أعتقد هذا القرار هو بيد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتستطيع أن تحقق هذا بدون شك. نعم، شكرا جزيلا لكما مشاهدينا. أشكر ضيوفي الأستاذ علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، كان معنا من القاهرة. وأشكر أيضا الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، كان معنا من جدة.